بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. نحن اليوم هنا بمنظمة المجاهدين، وذلك لإحياء ذكرى أول نوفمبر 1954. هذه الذكرى الغالية العزيزة على كل جزائري أبي غير على وطنه. من خلال هذه المناسبة أردنا أن نجدد العهد لأبائنا المجاهدين، وكذلك نجدد العهد بأننا نحافظ على رسالة الشهداء، ونحن على العهد والنهج باقون وسائرون. كما أتوجه بالشكر الجزيل من خلال هذه السانحة لكل الحضور، كانوا أساتذة في التاريخ بارك الله فيهم، وكذلك للأسرة الإعلامية التي شرفنا بالحضور بقوة وصبرت وبقت معنا إلى آخر دقيقة. كذلك أتوجه بالشكر إلى الشباب وهران، الشباب الواعي، الشباب المثقف، الشباب الذي أثبت بأنه هو يكن للثورة التحريرية كل الاحترام ويقدس هذه الثورة، يقدس كذلك المجاهدين. هو ابن الحاج جلول أحمد، باحث في تاريخ العلوم الإنسانية. إذن اليوم كنا في ضيافة المنظمة الوطنية لترقية الشغل المكتب الولائي وهران، هنا في مقر رمزي، يعني رمزية كبيرة اللي هو مقر المنظمة الوطنية للمجاهدين، وين كانت الندوة التاريخية احتفاء بالذكرى 70 لاندلاع ثورة التحرير المباركة، وين تكلمنا على مواثيق ثورة التحرير الوطني ودورها، كذلك دور ثورة التحرير في دعم حركات التحرر العالمية. دونك عرجنا على بيان أول نوفمبر، وكذلك وثيقة مؤتمر الصمام، وكذلك وثيقة مؤتمر طرابلس، دون نسيان السياق التاريخي منذ اتفاقية طافنا اللي كانت ما بين الأمير عبد القادر بسيفته مؤسس دول الجزائر الحديثة والسلطات الفرنسية. إذن كما تعرفوا ما غاديش نفصل في الأمور هذه، احنا فقط عرفناهم بأن ثورة التحرير في الجانب التنظيمي كان هناك عبقرية في التنظيم، سواء في بيان أول نوفمبر اللي وحد كل فصائل الحركة الوطنية في بوتقة جبهة وجيش التحرير الوطني، أو في وثيقة مؤتمر الصمام اللي كان عندها هدف تنظيمي، تقسيم الولايات، مناطق النواحي، الإعلام، التموين إلى آخره.